الذاكرة. الذاكرة هي وظيفة المخ التي تمكننا من تخزين أحداث الماضي دليلا على أننا قد عشناه، بداية من ذكريات الطفولة، حياتك الجامعية، حبك الأول، طفلك الأول، إلى ذكريات أصدقائك، عائلتك، وهكذا. تخيل أن تستيقظ ذات يوم لا تتذكر من أنت، وتظل تسأل نفسك: من هؤلاء الناس حولي؟ هذا التخيل هو واقع وحياة ناس آخرين. مرض الزهايمر يصيب 1 من كل 10 أشخاص من كبار السن فوق 65 عاما، وللأسف هذا المرض لا يؤثر على حياة المريض فحسب، بل إن حياة عائلتهم تتأثر بطريقة أو بأخرى، كل شخص منهم يتأثر. إن أشعة المخ يمكنها تحديد العوامل الصامتة لمرض الزهايمر، والتي اتضح أنها ترسبات من بروتينات التاو والبيتا أمايلويد. معظم الأدوية الحالية لا تصلح التلف الذي يحدث في الخلايا العصبية. في مشروعنا ذكرى، نحن ندمر نمو هذه الترسبات الصامتة القاتلة عن طريق تصميم نظام قابل للتحكم يحاكي نظام تكسير البروتينات الطبيعي داخل مخ الإنسان، حتى يمكنهم استعادة حياتهم مرة أخرى. رحمة الله على جدي اللي عاش آخر أيامه بهذا المرض، العين، وهو مرض بيفقد البني آدم ذاكرته. عاوز أقول لحضراتكم الحمد لله فريق كلية العلوم جامعة القاهرة بعد منافسة مع 360 فريق على مستوى العالم من حوالي 40 دولة في العالم، نجح إنه يحقق المركز الثاني على مستوى العالم والميدالية الفضية في أكبر مسابقة للهندسة الوراثية في العالم. نصر كبير دايما لمصر، ويا رب أنصر بلدنا بشبابها، بشباب مصر الحلوين الجمال. هذا الاستوديو يتشرف بوجود هؤلاء أو نخبة من شباب مصر. رضوى عبد الناصر، أهلا وسهلا بك يا رضوى، وكريستينا أشرف، أهلا وسهلا بك يا كريستينا، وعمر علي، أهلا وسهلا بك يا عمر. يعني علماء وباحثين المستقبل اللي اشتغلوا في الفرضية البحثية بتاعتهم في المسابقة على شيء له علاقة بأنه أو له علاقة فكرة الزهايمر أو بداية علاج أو محاولة لحل المشكلة دي. رضوى، إيه الموضوع؟ احنا في الاول كنا حاولنا نشوف يعني اكتر مشكلة موجودة، يعني ما كانش هدفنا قوي ان احنا يعني نشوف كان هدفنا سوري ان احنا نشوف اكتر مشكلة موجودة في مصر وفي العالم كله. صحيح. فبدأنا الاول يعني نفكر في الاول ايه المشاكل، نعملها زي في جدول كده نشوف كل المشاكل اللي موجودة. بعد كده توصلنا لفكرة الزهايمر، علشان هو يعتبر مرض مثلا 6% بيتوفوا بسببه وبيعمل دمور في المخ، وبعد كده مثلا اكيوميليشن للبروتينات الضارة زي التاو والبيتا مايلويد، وده اللي بيسبب بعد كده تأخر الحالات من early stage ل late stage وبيؤدي للوفاة يعني بعد مدة. فاحنا فكرنا ازاي نعالجه، لان كمان كل العلاجات اللي موجودة دلوقتي هي بتعالج المرض بتعالج سوري العرض، مش بتعالج المرض نفسه. صحيح. يعني بتعالج بس مجرد symptoms مثلا اللي بيحصل له بتبدأ تعالجه، بس مش بتعالج المرض كأنها تبدأ تصلح في البروتينات اللي موجودة والاكيوميليشن والحاجات دي. فاحنا من هنا جات لنا فكرة خلاص احنا هنبدأ ندور على الزهايمر وازاي اصلا نبدا يعني ندخل سينثيتك بيولوجي في علاج الزهايمر وكده بس. فعشان كده جات لنا الفكره. عملتوا ايه بقى يا كريستينا؟ يعني الفكره هي رضوى قالتها، بداتوا ازاي؟ بدانا ازاي في الاول خالص؟ احنا بدانا من حوالي 3 سنين. يعني كان من سوء حظنا انه احنا جت الكورونا واحنا في سنه مهمه في سنين الكليه، ففي جزء من الدراسه ما درسناهوش، فاخدناه في الاول خالص سيلف ليرنينج، خدنا فيه مدة طويلة وبدأنا ندرس أكتر يعني إيه سينتاتيك بيولوجي والبروجكت بتاعت أي جيم، إزاي الناس بتفكر فيها وإزاي بيمشوا البروسيس دي كلها. بعدين زي ما رضوى قالت كده بالظبط، إحنا بدأنا خلاص إحنا عايزين نعمل حاجة بتاعتنا، فقعدنا نحصر شوية المشاكل اللي ممكن نشتغل عليها لحد ما في الآخر استقرينا على الزهايمر. فكان ببساطة البروجكت بتاعنا هو تو سيستمز. السيستم الأولاني إنه في حاجه بتمسك بتروح تمسك في التاو، بعد كده بتخلي. طب معلش اشرحي لي الاول، الزهايمر بيبدا ازاي؟ يعني بيبتدي ازاي او التفسير العلمي ليه ايه؟ التفسير العلمي ليه ان هو
شويه بروتينات بتبدا تتكون على بعضها لحد ما تخلي النيرف سيلز كانها تتفصل عن بعضها وبتعمل لها ضمور وبيأثر بعد كده على كل الجسم. بيبقى في حاجات جوه السيل نفسها وفي حاجات بره السيل، وده كمان بيخلي فبيأثر بقى على خلايا المخ بشكل عام وبيخليها بالظبط. هو في العموم الجسم لا بيبقى عنده سيستم انه لما حاجه بايظه هو بيتخلص منها. السيستم ده في مريض الزهايمر بيكون واقف، اللي هو البروتين سيستم بيبقى واقف. فانتوا اشتغلتوا على فرضيه ان انتوا تشيلوا البروتينات دي او تنحوها جانبا، مظبوط؟ انا بحاول بس افهم من حضراتكم اكتر يعني. فحطيتوا فرضيه يا عمرو، ها؟ بالظبط. احنا زي ما كريستين قالت، الترسبات دي بتحصل جوه الخليه وبره الخليه. فاحنا من الريسيرش بتاعنا وان احنا دورنا، لقينا ان الاثنين معتمدين على بعض، سواء بقى في المرحله المبكره او المرحله المتاخره. فاحنا فكرنا في نظامين، الاثنين معتمدين على البروتين. احنا بنعمل بروتينز، او مش بنعملها يعني، بنركب بروتينز مع بعض تعمل وظيفه معينه. فكان اول نظام منهم ان هو البروتين بتاعنا يخش جوه الخليه، يمسك في الترسبات اللي موجوده جوه الخليه ويخلي النظام الطبيعي بتاع الخليه يشتغل عشان يكسر الترسبات دي. تاني نظام، الترسبات الموجوده بره الخليه البروتين بتاعنا نفسه هو اللي بيقدر يكسر، بس ممسوك بحاجه ان هي منع الوظيفه دي عشان طبعا الاثار الجانبيه. لحد ما يوصل للترسبات يقدر الحاجه اللي منع دي تفك بطريقه احنا عاملينها، تقوم ماسكه في الترسبات تكسرها، واول ما يخلص يقفل تاني. يعني طبعا ده يعني هل هتعملوه في اطار بحث علمي؟ يعني هتحاولوا تنشروا البحث ده؟ طبعا بنحاول دلوقتي، احنا شغالين دلوقتي بالظبط. احنا دلوقتي شغالين ان احنا يعني نكمل شغل الويت لاب. احنا يعني اللي احنا اصلا يعني احنا عملنا له حاجتين. انتوا عاملينه زي فرض نظري، او هي مسابقه بتبقى فرض نظري وبعد كده بتحولوه الى معملي؟ لا، مسابقه كمان فيها جزء معملي. هو فيها جزء يعني دراي لاب، اللي هو بيحاكي بس على شغل الكمبيوتر موديلنج وكده، وفي شغل برضو ويت لاب اللي احنا بنشتغل في المعمل وكده. حاولنا في الويت لاب نثبت اكتريه ان البروتينات دي هتمسك في بعض، يعني نعمل ازاي اكسبريشن للبروتين، ازاي نقدر اصلا نطلع البروتين بتاعنا، ايه اللي هيحصل. ولسه اصلا شغالين كمان بقيه التجارب، يعني احنا دلوقتي لسه برضو شغالين عليها. وان شاء الله بنفكر برضو اللي هو هننشر ان شاء الله بحث بعد ما نخلص التجارب كلها ونخش بقى على الكلينيكال ترايلز وكده. يعني كريستينا، احنا بننافس يعني 360 فريق بحثي من اكبر جامعات في الدنيا. لما حضراتكم دخلتوا في منافسه معاهم، حسيت ان انتم متعلمين كويس في كليه العلوم؟ حسينا ان احنا متعلمين كويس، عندنا بيز كويس قوي، وعندنا مجموعه من الدكاتره والاساتذه المتعاونين. انه ما عنديش مشكله ان انا اقعد معاك مره واثنين وثلاثه، وده فعلا حصل. قعدنا مع دكاتره كتير ويعدلوا معانا، ودي الحته دي كويسه ممكن نخلي الحته دي احسن. فحسينا انه الجامعات اللي قدامكم ايه اشهر الجامعات اللي نفسكم في المسابقه الكبيره دي؟ شفنا هارفرد، شفنا اندهوفن. طبعا هارفرد تلاقوا ايه ترتيبهم؟ كانوا واخدين برونز ميدل. برونز بعدكم. يعني احنا الحمد لله، يعني احنا رقم واحد اندهوفن اللي هي جامعه في هولندا، رقم اثنين جامعه القاهره، رقم ثلاثه هارفرد اللي هي تعتبر اكبر جامعه في العالم يعني. بس هي البرايزز يعني متقسمه طبعا، في المركز الاول وفي الميدلز. احنا خدنا الحمد لله سيلفر ميدل، هارفرد خد برونز ميدل، وفي جامعه اسمها ليدن دي في هولندا تقريبا برضو اعتقد. في جامعه اخن في المانيا، اخن طبعا جامعه كبيره. في لوكسمبورغ، في في اخن خدوا لا ما اعرفش مش فاكر بصراحه. وطبعا ما انت راجل واخد فضه يعني، فهتبص بقى على اللي وراك ولا ايه؟ ده اللي انا كنت بقصده يا كريستينا، ان احنا يعني لما ننافس هارفارد واخن، وانا شفت الجامعات دي وشفت مستوى الجامعات دي، وايندهوفن حتى كلها جامعات كبيره جدا وعندهم كل الامكانيات، بس الحمد لله احنا بقدراتنا البشريه بنقدر نقف قدام اي حد. حاجه واضحه قوي بالنسبه لنا، انه كان واضح قوي ان احنا ما كانش عندنا الامكانيات ولا المعمليه ولا الاجهزه ولا المواد اللي بنشتغل بيها اللي تقدر تنافس الجامعات زي دي. ولكن كان عندنا الإرادة، كان عندنا الحماس، كان عندنا انه مصممين ان احنا هننزل كل يوم من الساعة 8 الصبح للساعة 10 بالليل احنا في المعمل لسنة متواصلة. طالما ده موجود وطالما الإيمان بالفكرة موجودة، خلاص يعني ان شاء الله ما فيش أي إمكانيات، لأن الإمكانيات كلها جوه البني آدم، صح؟ كنا بنعمل معاهم ميتنجز وكده، بنحس إن إحنا بيستفادوا مننا. لا إحنا عايزين نعرف في أكتر من حاجة إحنا قلنا لهم عليها بالظبط، يعني استفادوا مننا. ألف ألف مبروك أنتوا التلاتة، ومبروك لكل فريق العمل. وهنختم بأجمل لحظة في الدنيا، وهي لحظة إعلان الفوز
اونلاين لفريق جامعه القاهره الثاني على العالم بالميداليه الفضيه، وهارفارد ميداليه برونزيه يعني بعدهم. Yeah.